عايزين حضرتك توضح لنا تحديدا الطرق العلاجية السليمة بالنسبة لاستخدام الأعشاب في الجزئية دي. فالحقيقة طبعا احنا معظم الناس في الفترة اللي فاتت دي جالها نوع من انواع الترهل الفكري والترهل البدني. الترهل الفكري والترهل البدني نتيجة سلوك احنا لازم نغيره، لازم نبدأ نغير حاجات كتيرة جدا في حياتنا. ابسط حاجة في الدنيا هتؤدي لحدوث ترهل كبير عندنا ان دايما معظم الناس وهي ماشية عاملة ارتخاء في الكتفين. بنقول للناس اذا انت عاوز جسمك يتشد، عاوز تخس بدون ما يحصل ترهل، لازم تفرد جسمك وتشفط بطنك وتفرد ظهرك. اذا كنت قاعد على مكتبك 8 ساعات، اذا كنت بتصلي، اذا كنت ماشي، اذا كنت راكب سياره، افرد ظهرك وشد جسمك، تستطيع ان تفقد ثلث وزنك بدون رجيم.